نظمت جامعة الفيوم ندوة بعنوان تعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات في المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمبنى إدارة الجامعة. تناولت الندوة التعريف بمؤسسة حياة كريمة وشرح رسالة ورؤية المؤسسة وتوضيح الأهداف التي تسعى إليها والمحاور التي تعمل على تنفيذها المؤسسة، بالإضافة إلى إبراز المشروعات القومية التي يتم تنفيذها من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتوضيح معدلات التنفيذ الجاري تنفيذها في محافظة الفيوم. النهارده كان في ندوه يعني موسعه في جامعه الفيوم بتحتضنها يعني جامعه الفيوم بالتعاون مع مؤسسه حياه كريمه ومحافظه الفيوم لتنشيط العمل التطوعي بين ابنائنا وبناتنا الطلاب. احنا شايفين على ارض الواقع دلوقتي في المركزين اللي بيتنفذ فيهم مشروعات حياه كريمه قد ايه الجهد كبير اللي موجود، وقد ايه الدوله المصريه محتاجه جهد كل طالب وكل طالبه في كل مجالات تنفيذ المبادرة، نبقى ليهم دور إيجابي. مبادرة حياة كريمة اللي هي بتعتبر أكبر مشروع قومي موجود في العصر الحديث من تاريخ مصر، اللي بيساهم فيها كافة مؤسسات الدولة. مؤسسة حياة كريمة الحقيقة بتقوم على العمل التطوعي فيها حوالي 36 ألف متطوع موجود حاليا، وبتعمل على تعزيز هذا العمل التطوعي علشان إن شاء الله يتم إنجاز المبادرة على وجه أكمل. مؤسسة حياة كريمة بتقوم بالعديد من الندوات التوعوية في محافظات مصر بالكامل، ومنها النهاردة في محافظة الفيوم الندوة بعنوان تجهيز جهود أو تعزيز جهود العمل التطوعي لدى الشباب في جامعة الفيوم في جميع الكليات. الجزء الأول منها هيكون تعريف للشباب بمبادرة حياة كريمة، الجزء الثاني هيكون الجهود وأهداف مؤسسة حياة كريمة وإيه الفعاليات اللي احنا بنقدمها لأهالينا في محافظة الفيوم، الجزء الثالث هيبقى جزء خاص بالعمل التطوعي ودعوة للشباب ان هم ينضموا لمؤسسة حياة كريمة ويشاركوا ويتعلموا خبرات جديدة ليهم.